أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى، جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز العناوين. واشنطن بوست تقول إن لم يحن الوقت بعد لإبرام اتفاق مع بوتين. فاينانشال تايمز تتحدث عن تأهب أوروبا لقطع روسيا إمدادات الغاز هذا العام. وإيكونومست تتساءل كيف يضر شي جين بينغ بالاقتصاد السياسي. رغم المساعي العالمية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلا أن هذه المساعي تصطدم بتمسك كافة الأطراف بموقفها. افتتاحية واشنطن بوست تناولت هذا الموضوع في تقرير تحت عنوان لم يحن الوقت بعد لإبرام اتفاق مع بوتين. قالت الصحيفة إن نهاية أي حرب تكون بالتفاوض، وقد يحدث هذا السيناريو مع الحرب في أوكرانيا، لكنها أشارت إلى خروج أصوات تدفع أوكرانيا للتفاوض في الوقت الذي يبدو فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازما على المضي قدما في عملياته العسكرية في أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن استقالة الدبلوماسية الروسية الذي كان يعمل في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف اعتراضاً على العمليات العسكرية في أوكرانيا تحمل تحذيراً من أنه لا يمكن صنع السلام في الوقت الحالي، لأنه سينظر إلى ذلك باعتباره انتصاراً روسياً، وقد يشجع بوتين على إعادة التسلح واستهداف دولة أوروبية أخرى. كما أشارت الصحيفة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الحكومات الغربية يجب أن تدفع أوكرانيا إلى محادثات مع بوتين، مع حث كييف على تقديم تنازلات إلى موسكو خشية أن يتحول الصراع إلى حرب ضد روسيا نفسها. وقالت الصحيفة أن روسيا لم تظهر في الشهور الماضية أي إشارات تدل على اهتمام حقيقي بصفقة لإنهاء الحرب، مضيفة أن الوضع العسكري قد ينتهي بما يفضي إلى التسوية، لكن في الوقت الحالي فإن أفضل خطوة يتخذها أصدقاء أوكرانيا لمساعدة كييف تتمثل في تسريع شحنات الأسلحة الحيوية والتوقف عن التفاوض فيما بينهم. ينضم إلينا من موسكو الباحث في العلاقات الدولية دكتور سعد خلف، مرحبا بك دكتور. بداية، برأيك المزاج الدولي العام، سواء إذا كنا نتحدث عن الغرب أو عن روسيا، هل يميل إلى إنهاء هذه الحرب؟ يعني بداية تحياتي لك أستاذة يارا وللسادة المشاهدين. على القول أننا في الأيام الأخيرة بدأنا نلمس ونشهد تغيرا في الموقف الغربي. الموقف الروسي منذ البداية كان واضحا تماما، روسيا وضعت أهداف لهذه العملية العسكرية ورغبت في أن تسعى لتحقيق هذه الأهداف إما بالتفاوض مع الجانب الأوكراني، وهو ما حاول الجانب الأوكراني وحاول الجانب الروسي السير فيه لمرات عديدة، وفشلت كل هذه المرات بسبب بالطبع التدخلات الغربية وفق المنظور أو التفسير الروسي، التي التدخلات الغربية التي عرقلت سير الجانب الأوكراني وسير الإدارة الأوكرانية في إمكانية الوصول لاتفاقات للتسوية مع روسيا ومع بوتين، وخاصة في جولة التفاوض الأخيرة التي عقدت في اسطنبول التركية في 29 من مارس الماضي. بعد ذلك تطورت الأحداث كثيرا، رأينا أن روسيا بالفعل أو نظرا للواقع الفعلي على الأرض تحقق هذه الأهداف، تحقق تقدم، تحقق انتصارات، سيطرت على مدن كبيرة كخرسون، سيطرت بعد ذلك على ماريوبول التي كانت نقطة لافتة للغاية في تطور العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت رمزا للصمود الأوكراني، سقطت بعدما سقط مصنع أزوفستال، خرج المقاتلون المتحصنون هناك مستسلمين كرهائن يعني أسرى حرب للجانب الروسي. لذلك رأينا الجانب الروسي بدأ يطور من عملياته في الشرق الأوكراني، ويبدو أن تقارير الاستخبارات الغربية باتت أكثر واقعية، وترى أن بالفعل التقدم الروسي ملحوظ ويبدو أنه سيتحقق بهذا الشكل أو ذاك. لذلك بدأت تأتي مطالب متباينة من جانب الغرب
بعض البلدان الأوروبية الرئيسية بدأت تحث الجانب الأوكراني والرئيس الأوكراني والحكومة الأوكرانية على التفاوض أو حتى التصريح بإمكانية التفاوض مع موسكو. في الوقت نفسه نشهد تباين الموقف الغربي بإصرار واشنطن ولندن على عدم التسوية، وإصرار يعني الرئيس الأمريكي وإصرار رئيس الوزراء البريطاني على إمكانية إلحاق هزيمة ببوتين في أوكرانيا، وهو ما يبين أو ما يظهر التناقض والتباين في الموقف الغربي ولكن الذي حتى دكتور الآن سعد لا يبدو أنه أبدا موحدا في مسألة ما. إذا ما تحدثنا عن السلوك الروسي أو الموقف الروسي، هل يمكن الذهاب إلى مفاوضات في ضوء استمرار العمليات العسكرية لا بل توسعها في الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا؟ يعني روسيا منذ البداية لم ترفض أبدا في كل تصريحاتها الرسمية وحتى آخر التصريحات التي صدرت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو منذ عدة أيام، قال أن روسيا لم تقفل أبدا باب التفاوض، وهذا هو الموقف الروسي بالطبع، يعني هي لا تقفل باب التفاوض، لكن أنا أفهم الموقف الروسي أنه يستعد أو مستعد للتفاوض إذا أتى هذا التفاوض له بالأهداف التي يرغب في تحقيقها في أوكرانيا. هذه الأهداف وسعى لتحقيقها سواء بالعملية العسكرية أو بالتفاوض كما قلت، لم يستجب الجانب الأوكراني للتفاوض، لكن رأينا في الجانب العسكري روسيا تحقق هذه الأهداف، تحقق تقدما واقعيا إذا نظرنا بالطبع إلى الواقع الموضوع على الأرض وليس الواقع الموازي أو الواقع المتخيل الذي كانت تقدمه التقارير سواء العسكرية أو الإعلامية الغربية عن تعثر الجيش الروسي، عن نفاذ السلاح والعتاد لدى الجيش الروسي، وهو لم يثبت حقيقة على الأرض، بل ما ثبت هو أن الجيش الروسي بالفعل يحقق هذه الأهداف، بل إن الجانب الغربي بقي فقط في مجال التصريحات. تتحدث على الأرض الجانب الأوكراني بأسلحة غير المعادلة. تتحدث على الأرض دكتور سعد، متى تنتهي روسيا من بنك الأهداف الذي وضعته؟ متى تنتهي هذه العملية على الأرض برأيك؟ يعني أنا أستبعد أن يكون هناك نهاية قريبة لهذه العملية العسكرية. لماذا؟ لأننا الآن بعد انتهاء المرحلة العسكرية، المرحلة الأولى من العملية العسكرية وفق تصريحات الجانب الروسي، يعني انسحبت من مناطق كييف وتشيرنيغيف، هي لم تدخل هناك لأنها فهمت أن دخولها إلى هذه المدن الكبرى كان سيكون بمثابة مصيدة لا، حسب ما أفهم أيضا التكتيك الروسي، كانت ستتحول أوكرانيا إلى أفغانستان جديدة بالنسبة لروسيا لو كان دخل الجيش الروسي مع قدرته على الدخول إلى هذه المدن الأوكرانية الكبرى والسيطرة عليها. لكن بالطبع يبدو أن الجيش الروسي والجانب الروسي كان مستعدا بشكل جيد، درس المسألة بشكل جيد، العملية العسكرية أقصد، وضع لها استراتيجية ووضع لها تكتيكات تتحول وتتغير وفقا لتطورات الوضع على الأرض. الآن بعد يعني السيطرة الكاملة على ماريوبول وعلى ميناء ماريوبول بدأت عمليات الدنباس. مسألة الدنباس وشرق أوكرانيا أعتقد ستحتاج إلى شهرين خلال الأشهر حتى أكون يعني واضحا، أنني ليس هناك تقديرات دقيقة، لكن كل التقارير العسكرية تشي بأن روسيا ستستطيع السيطرة على منطقة الدنباس خلال الشهرين القادمين. منطقة لوغانسك تقريبا مسيطر عليها بالكامل، يتبقى منطقة دونيتسك بها بعض الصعوبات لأن هناك تكتل كبير للقوات الرئيسية الأوكرانية، القوات الضاربة للجيش الأوكراني قبل البدء المرحلة الثانية. قيلت تقارير عسكرية أو وردت تقارير عسكرية مختلفة تقول بأن هناك ما بين 50 إلى 90 ألف من القوات الأوكرانية الرئيسية محاصرة داخل هذه المنطقة في مختلف البلدات والنقاط التي تواجه بها القوات الروسية. إذا استطاع الجيش الروسي إحكام السيطرة على هذه المنطقة سيضطر جزء كبير من الجيش الأوكراني إما إلى الاستسلام أو إلى السقوط، قتل عدد كبير سيسقط قتله، وبذلك ستكون مسألة أوكرانيا بأرض بحكم الواقع محسومة بالنسبة للجانب الروسي. بعدها سيكون إذا استمرت العملية العسكرية بالطبع تقدم الجانب الروسي والقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية أسهل بكثير، هذا وفق التقارير العسكرية بالطبع التي يمكن الاعتداد بها. أخيرا دكتور سعد، نقول أن بوتين حقق الكثير من أهدافه. تمام، أخيرا، استقالة دبلوماسي روسي يعمل في البعثة الدائمة للأمم المتحدة، هل هو مؤشر إلى شيء ما؟ ربما بأن الداخل الروسي السياسي ليس بأكمله متفق على هذه العملية، وقد ينعكس هذا ربما على ما يجري على الأرض أو على استمرار العمليات من عدمها في أوكرانيا.
يعني أنا أستبعد مباشرة جوابا على سؤالك، أستبعد أن يتغير الموقف الروسي بمثل هذه الاستقالات. أولا عليها نقول أنه منذ البداية كان هناك قطاع لا يستهان به في الشارع الروسي، يعني تقريبا ما بين 25 إلى 30% كانوا يعارضون العملية العسكرية أو يرونها غير مبررة، من قطاع المثقفين ومن قطاع رجال يعني الشخصيات العامة في الدولة. لكن مع ذلك هذا الأمر لم يثني، وقطاع الأعمال بالطبع هذا لم يثني بوتين ولم يثني الإدارة العسكرية الروسية عن السير في هذه العملية العسكرية. الدبلوماسي الذي ذكرتموه السيد باريس بندورينكا حسب ما تذكر اسمه، هو يعني استقال منذ عدة أيام أو أرس، كتب رسالة عبر فيها عن استيائه وعدم موافقته. لكن هذا دبلوماسي واحد من كل البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، لم يستقل أحد، لم يعرب أحد عن رفضه للموقف الرسمي الروسي. هناك أغلبية في روسيا تدعم القرارات الروسية، قرارات القيادة الروسية، لذلك أستبعد أن يؤثر هذا الأمر على الموقف الروسي، وأستبعد أن يكون هناك استقالات كبيرة، خاصة وأن هناك الآن فهما كبيرا وتضامنا في المجتمع الروسي بأن هذه العملية مبررة، وأن دخل بوتين مضطرا، وأن هناك مواجهة ليست مع أوكرانيا بل المواجهة مع الغرب، تستخدم فيها أوكرانيا كورقة تحرق من جانب الغرب في إطار هذه المواجهة. شكرا جزيلا لك دكتور سعد خلف، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من موسكو. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. نيويورك تايمز تقول إن أولياء الأمور يصعدون انتقاداتهم لتأخر الشرطة في الاستجابة على إطلاق النار، وذلك بعدما قدمت السلطات تفاصيل جديدة بشأن حادثة إطلاق النار في تكساس. فاينانشال تايمز تؤكد أن جزر فيجي تنضم إلى المبادرة الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ عشية الزيارة الصينية. أما الغارديان فتقول إن وزيرة الخارجية الأسترالية تحث دول المحيط الهادئ على تقييم عواقب عروض الأمن الصينية. وننتقل إلى لو فيغارو، حيث تتحدث عن وحدة مجلس الأمن الدولي في مواجهة كوريا الشمالية بعدما استخدمت الصين وروسيا حق النقد ضد قرار أمريكي بفرض عقوبات على بيونغ يانغ بعد تجارب صاروخية فلسطينية جديدة. فورين بوليسي تقول إن أوربان المجري يقترب من الدكتاتورية بدرجة كبيرة، حيث تهدف حالة الطوارئ المزيفة في بودابست إلى استرضاء بوتين وتعزيز قبضة أوربان على السلطة. تعهدت الدول الأوروبية منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، بدا ان التكتل الاوروبي يواجه الكثير من العقبات في تحقيق ذلك. صحيفه فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان اوروبا تتاهب لقطع روسيا امدادات الغاز هذا العام. قالت الصحيفه ان مفوضه الطاقه بالاتحاد الاوروبي اكدت ان القاره الاوروبيه تعمل على تطوير خطط طوارئ في حاله حدوث وقف كامل في واردات الغاز الروسي، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتخزين أكبر قدر ممكن من الغاز، ويمكن أن يجد بدائل لشحنات الغاز الروسية هذا العام. كما أضافت أن الخطط الأوروبية الطارئة لمواجهة خطر وقف في روسيا إمدادات الطاقة سوف تشمل تدابير لترشيد إمدادات الغاز إلى القطاع الصناعي، حيث تستحوذ الصناعة على 27% من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن التكتل الأوروبي أكد أنه سيحمي سلاسل التوريد الرئيسية لمنتجات الغذاء والأمن والصحة. كما قالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية كشفت عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو، وذلك لإنهاء اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2027، بما في ذلك خفض استخدام الوقود الأحفوري لصالح ضخ استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة. كما أضافت الصحيفة أن قضية تخلص أوروبا من الغاز الروسي لا تزال تعد تحدياً ضخماً أمام التكتل الذي كان يعتمد قبل الحرب في أوكرانيا على 40% من إمدادات الغاز من روسيا،
وانخفض إلى 26% بعد اندلاع الحرب. تحذر العديد من الصحف الغربية من تداعيات قيود كورونا الصارمة على الاقتصاد الصيني في ظل تمسكها باستراتيجية صفر كورونا خاصة في مدينة شنغهاي منذ إبريل الماضي. مجلة إيكونومست تناولت الموضوع في تقرير تحت عنوان كيف يضر شي جين بينغ بالاقتصاد الصيني. قالت المجلة إن الصين على مدار 20 عاماً الماضية كانت أكبر مصدر للنمو في الاقتصاد العالمي وأكثرها موثوقية، حيث شكلت ربع نسبة الزيادة التي طرأت على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أن الاقتصاد الصيني بات في خطر بسبب إجراءات قيود كورونا الصارمة التي تسببت في ركود وما قد يؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني. المجلة أضافت أيضاً أن الرئيس الصيني يتحمل الكثير من المسؤولية إزاء التداعيات الاقتصادية، وذلك لسببين. الأول هو المخاوف من أن يؤدي أي تساهل في تطبيق قيود كورونا إلى مقتل الملايين، ما قد يضر بالحزب الحاكم. أما السبب الثاني فيتمثل في المبادرات الاقتصادية التي أعلنتها في إطار مفهوم التنمية الجديد للحزب الشيوعي. كما أشارت الصحيفة إلى أن الصين ترفض استيراد لقاحات غربية أكثر فعالية ضد فيروس كورونا، وأضافت أنه رغم أن ظهور المزيد من حالات تفشي كورونا بات أمراً لا مفر منه، إلا أن سياسة مكافحة كورونا واستراتيجية صفر كورونا ترتبط بالرئيس الصيني، وأي انتقاد لها ينظر إليه على أنه محاولة تخريبية. وقالت الصحيفة أيضاً إنه رغم ذلك فإن الحكومة الصينية تأمل في أن يساعد برنامج التحفيز الكبير الذي يجري العمل عليه في تحقيق نمو قد يصل إلى أكثر من 5% العام الجاري، فيما سعى رئيس الوزراء الصيني إلى طمأنة رجال الأعمال خاصة في مجال التكنولوجيا والذين ينتابهم القلق في الوقت الحالي. عادت فضيحة بارتيغيت التي طالت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وفريقه المقرب في وقت سابق من هذا العام، عادت إلى مركز الصدارة اليوم مع نشر التقرير الرسمي سوغري الذي طال انتظاره وسط مطالبات بإقالة الحكومة. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان حتى التقرير اللاذع الذي أصدرته سوغري لا يشكل تهديداً يذكر لرئيس الوزراء. تشير الصحيفة إلى أنه ربما يكون هذا هو البيان الأكثر إدانة عن حالة السياسة البريطانية، حيث يؤكد التقرير أن ثقافة اللامبالاة على انتهاكات إغلاقات كورونا امتدت من أعلى إلى أسفل في مقر بوريس جونسون في داونينغ ستريت. وأوضحت الصحيفة أن الأحداث المفصلة في التقرير ترقى إلى مستوى التنصل المستمر من قبل إدارة جونسون للمبدأ الأساسي الذي ينص على أن المشرعين يجب أن يطيعوا القوانين التي يقرونها. كما أضافت الصحيفة أنه أثناء إعلان جونسون في البرلمان تحمله مسؤولية ما حدث، فإن كبار موظفيه هم من دفعوا الثمن. ومع ذلك تقول فاينانشال تايمز نجا بوريس جونسون وصدقت توقعاته بأنه قادر على تجاوز الأزمة من قبل نواب حزب المحافظين الذين خلصوا إلى أنهم لا يستطيعون رؤية رهان انتخابي أفضل منه. ملفات وقضايا أخرى تمت بها صحف العالم، نتابع أبرز عناوينها.
الغارديان تقول إن اليابان تعيد فتح أبوابها أو أبوابها أمام السياح الأجانب بعد عامين من إغلاق الوباء. دراسة توصلت إلى أن اللقاحات قد لا تمنع العديد من أعراض كورونا حسب واشنطن بوست. قد أظهرت دراسة أمريكية أن اللقاحات تقلل من مخاطر اضطرابات الرئة والجلطة الدموية، لكنها لا تحمي من معظم الأعراض الأخرى. فاينانشال تايمز تنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر تحذيره من الموجات المستمرة لكورونا مع تزايد الشعور بالرضا عن الذات، مشيرا إلى أن الناس سائموا الإجراءات المتخذة لإبطال انتشار الفيروس، في حين أن السياسيين يريدون إعلان النصر. كما أشار إلى أن الشركة أطلقت خطة لتقديم أدوية حاصلة على براءة اختراع بتكلفة أقل للدول الفقيرة. وننتقل إلى لوموند، حيث تسلط الضوء على تقرير يشير إلى أن مجموعة من المتسللين الروس يقفون وراء قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لنشطاء مؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما وول ستريت جورنال فتقول إن الممثل الأمريكي كيفن سبيسي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي في المملكة المتحدة. إلى هنا نصل معكم إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لكم وإلى اللقاء.